أنا شغال جزيرة أنا لا دها دي ما قادنا داود يال صوت وادا ملك صوت دوني ديك جوبتان مقال كان أنا دين صوت داي وأبو الشيخ عبد العزيز لول الشيخ عبد العزيز أبي هذا أضف كنا إيه وضع كرنا يان أو إن بدننا بره برشيد عاد كوارك ديرتين ما أنت وحوت تاعين هاي أنت وحوت ساقاتي قبيل كيسة غير أنك خيه بلا يان لا دها مد يو وحاس دن ما قادنا دهي waad maqleysan codkaan idin soo daayay marka waxaan ku dul istaagi doonaa muuqaalkan sababta ku keentay inuu muusiga social media soo istaago oo muuqaalada ku baahiyo iyo culayska saaran iyo dhibaatada uu la kulmayo waxaas dhan ayaan ku dul istaagi doonaa soo dhawaada mar kale muuqaalka iga sii sheer gare meel leer naga gaarsii waana ku maasan tahay daawashadaada anaga shaashadan waxaan u fadhinaa روح كستو أو بلمرة أه ميل كستو عالم كجوغو أو إسلام أه أما صوماليين إنو هيرو عدالة أنك عدالة دا أيام الديغضو أنا عدالة أكو ديغضو عيد كستان عدالة أيام ديغضو أبشر عبد العزيز وحان نوغين أصغى أو فرحسن مركي مرك نوود دميس أصغى فرحسن أولا ويلك والي حكومي الحمد لله وحان سوينا مركي تيرك اللي كانون انت سيان كوي لكن هذا وحا صوب حيسو وحيا وحدا اني اسبدلين وضيقي وحدا سيجي اسك... وحكا اسكا دافي وحكو ديلو اما قصاص ويل كيلوغي اسكا دافي اما عدالة قبل سيهش اسكا دافي اصاق انو قيقير كجيرو ولا في سلوه انجبايو وعلاسي بضان اي وجه هيان موقال كان سيدو كان كوري وحان اوغا هذا اللي علاسك كوسو كردي يباشي وحمر هيان يحالة سيتاي وحان وين مالين انو هالين نينك اللي راهو وسير كا او تاريها قول كأمني عفر وسير ما تاريها قول كأمني كا مع المهدي انو هالي او يري سيد او قول لخصيها بضان وحان رمنا ان انتير كا جينو ويل كا او مرك اندري انانا وابش عبد العزيز ناو يرنا عندهنو ويل كا دمي هاي كان هاي ماي كدي مرهدوه وان عو ويل كا يوى مركو ناو واندا لوفر او اركو ان لو توكتو ايو سو سارك لكن واحد أصلا هاد واحد كجرا ما لهن قال يا أبو كجرا نك صاحب كيا داير عرسو يوسير فيقي يتيم كرايا عنتي مرن حق مرن بي وحي آدين منك ويلك وكل شيء ويلك عيال يقول شو كمان نوا أو مركي وراء أو ودي آدين مر نك أساس إذا الشيء جاي أو قاطي لعن تي سينا يا وحيد هن وركن 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 دن كترتر أو نعالجها مقبرة ربع sidaan ognahay muuqaal kor ayaan uga hadalnay dad badan oo dhaleeceyn soo jeedinaya arkayne aniga ma dhihin ciyaalka asaga ninka mas'uulka ma ciyaalka asaga dhalay mas'uul ayaga asaga ka ah laakiin gabadhan aabe cabdiraxiis ayaa dhalay cid uu dhiigi cid uu kala hadlay diyadeed inuu cafisanayo ama inuu qaadano cid uu kala hadlay malahan adiga kaalama tashanayo cid uu kala tashanayo malahan asaga ayaa ku shuqul leh annaka ciyaalka maan hadlin laakiin waxaan ka hadalnay gabadha gabadha ayaa dhalay gabadha diyadeed yaa iskale yaa cafin karo yaa wax dayn karo كورا نينك عفيسان كرو أما دين كرو وحاوا آبهد عدك لما نورتا هخال دمينا ساحو كرفا وعنك عيال عيال كما هلين وحان كاها دالي قبطنا يا اسكالي وحي دي ياس دي دي اسكالي ميدا كالي مزيجا هاد بريان بلشيد وريغا بريان وشار إلى حالي كجري وحان يري انتو كجري عنك مزيج وحنا ومان لكن وحان يري انتو كجري مالك عيال كا انتهو يدو للدري أي رفاسنا عين ما دام أصل قوي هاي نك عيالك على أصل كده أصل قوي هاي أنتو كجيري يعني هن أنت سواء نك يعني ويدينا مرك مزيجا هو جودة ما أنت ما يدين ونن أو براها بوشي لقى عارك أما لقى برتون إنه نقضه وحال ربي إنه عيالك قرب استاجو ما دام عيالك لبنان الإيديين أصل أنا أقول عليه تاس تاس أقول سو جدومنا أبى شعب قاسيس مرك بريها مبو وحاكو السعودي على سيف رب بدر حاكو السعودي حتى أنت لا غفر يستي أيا وحالي ري وحاسة ميسا كيس كان ما دام وساني هوا كيس عرس كعضون شعب يا كعضون دولة كوك على كبقينا وحاط قاتا يا ليري لعق قاضو أما عفيسة ما لعق قاضو لكن واحد للتال اللي راح قوم هنا أصلا ودي دي سوى البعض ولا هذي ودي بحيل أني وحاس وح إلى يوم طيق كلام هذا لعق قاضنا يوم مرحبا يا قادن لها لكن هذا حور دائما توح العق إله أمتي أن قادر المرح بريان بمرك أضيقة عدائس كلاهية صارنا مرك وإنه براك بشي سوى استاوصا وهذا تاسا يا كوكا
sidoo kale kiiskan waxaa lagu kula jiro rag siyaasiyiin ah ama magac kule Soomaali dhexdeeda ayaa lagu kula jiro waxayna rabaan ninkan inay cadaaladda ka fakiyaan cadaaladdana cid kasta ayaa anfacaysaa adiga ayaa ku anfacaysaa aniga ayaa anfacaysaa cid kasta ayaa anfacaysaa marka ninkan wax ilaah untay uu u tarayo ama uu qabanayo ma lahan cadaaladda hadduu garan maro berina kuwa kale ayuu sii dilayaa oosaan yeelayaa haddii laakiin maanta asag inta la qabto tiirka la geeyo waxaa ku istaagayo waxay wanaag u tahay dadkii kale asagay ka dambeeyey asaga naftiis wanaagay u tahay marka Bashaar Cabdiraxiis wado fiican ayuu hayaa boqo oo wado fiican ayuu jideeyey oo haddii waddada saan ay ku fisho wuxuu noqon doonaa ninkii ugu horreeyey oo Soomaali wado fiican u jideeyo haddii laakiin inta wiilkan ama diya uu ka qaato ama uu iska fasax labada horta way u banaantahay ninka ma diidanin laakiin asaga diinta ayaa banaysay laakiin asaga sida uu taagan yahay waa wada asaga u banaan oo diintana ay uga sheegay maxaa yeelay labada way u banaantahay marka dowladda marar badan ayay ka hadashay kiisas inta ay xukuntay ay wadadii loogu talagalay ay marisay oo fuli waayey waxaasna waxay u filayeen dowladdu waxay dhahday qabiil waaye xitaa wasaaraha markaa wuxuu yiri dhulka markii la xukumo oo dadka ka baxa lahayd dhul dowladeed uu yahay dad ka baxa lahaa waxaa imaaday yiri dad qabiil ku faaray dhahay inaga reebel ayaana dhulka nagala bixin karo sidoo kale wuxuu ka hadlay xukuumada markay dhacaan oo si cadaalad inta loo sameeyo oo dadka loo xukumo la dhaho saan iyo saan ayuu kiiskii noqday haddii kiiska waa la fulinaya dad wuxuu yiri waxay ka dhaqaaqi karin dad reebel sheeganaya marka kliibkaas wuxuu ku jiraa muuqaaladeena ciddii rab meesha ay kasoo daawan kartaa marka soomaalida weli waxay u eg tahay inaysan wax ka baranin kii la dhihi jiray qabiil oo weli qabiilkay dhex taagan tahay qabiilna hadduu wax tarayo 30 sano iyo wax ka badan ayaa qabiil isu ceyrsanayay wax ilaah untay aan ka faa'idnay ma lahan dhib moogay dheef kale maal kulmo waa kan lasoo qaxay oo meelaha qaxootiga lagu yahay iyo dhibaatooyinka la wajahayo hadda marka dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dowladda ugu jiray ninka la yiraa Sayid Cali waxay xoogga saarayaan inay odayaal u direen waxaa la sheegay inay xoogga saarayaan sidii Sheekh Cabdiraxiis ay usoo qaba ay odayaal ugu dir lahaayeen ama kiiskan loogu qancin lahaa suumag u qaadan lahaa hadda marka waxaa la yiri rag asaga la dhashay ama odayaal ah ama familka hoose ah ama dhalinyaraha ama qabiilkiisa ayaa loo diray waxaa la yidhi ninkan waxaad ka soo dhaadhicisaan siduu u qaadan lahaa lacag mag u qaadan lahaa kiiskan maadaama uu kiis oo yahay dad badan ay dhaaf ku hayaan laakiin dadkii Sayid Cali odayga waxay dhaheen odayaal ay u direen odayaashan waxay dhaheen maanta idinka idin hoos fadhinaa waxaa samaysaan ninkan war noo keena sidii uu ku qaadan lahaa lacag aan laga soo dhaadhiciyo laakiin waddadan hadda ay raadinayaan waxay u furneed mar hore maadaama odayga asaga uu diiday oo markasta uu diidanaa laakiin waxaa ninka ragga ah walaalow wuxuu ku dhaama ma lahan waagii hore hadday intay u tegi lahaayeen aysan baraha bulshada markay ka qaylinayeen ay lahaayeen anaga ree hebel ayaana la dhahaa haddaan ninka ree hebel nahayna cunuga anaga looma dili karo gabar ree hebel ama qabiil ree hebel ma dili karana ay lahaayeen jaaniska waas ayuu dhawaa hadday odaygaan intay u tagaan xitaa ha cafiya ma ka qaduura intay u tagaan ay dhihi lahaayeen adeer oo saan ayaan haysato gabadhaadi way dhimatay wax kastoo dhacana ma soo noqonayso anaga wiilka anaga maanta ayaan haysa loo badbaadi dhihi lahaayeen wada fiican ay ahaan lahayd laakiin hadda waan arkaynaa kiiska marka meesha uu ku dambeyn doono iyo waxa kasoo bixi doono maadaama beryahan hadda aad u karkarayo anagana intay gabadhaas ay cadaalad ka helayso ama Sayid Cali tiirka laga geynayo maadaama asbuu cadaalad u tahay tiirka lagey cadaalad asaga taa waxay u tahay tiirka in cadaalad geeyo maxaa yeelay ilaan naf islaam ayuu diray nafna waa in naf loo diraya qabla diinta islaamka marka annaga gabadhina cadaalad u raadinayno Sayid Calina cadaalad u raadinayno waxa dad kastadana cadaalad u raadinayno intuu kiiskan ka dhamaanayo meeshan ayaan daqiiqadii kugu soo gudbin doonaa daawadayaal muuqaalka sii sheergareeya meel dheerna gaarsiiya asxaabtiinana la wadaaga cadaaladan ha waarto cadaaladdu waa shay muhiim ah marka cadaalad aan garab istaagno waadna mahadsantihiin.